هل يوجد فضائيون حقاً؟ لا تزال البشرية منشغلة بهذا السؤال على مدار الكثير من الزمن، لكنها لم تلقى جواباً شافياً حتى الآن. من الممكن أن تساعدنا الآثار في حل لغز أسرار الفضائيين وتقربنا من الحقيقة. القطعة الأثرية المكتشفة في أيود. عثر فريق من العمال على 3 قطع غريبة على عمق 10 أمتار على شاطئ النهر بالقرب من المدينة الرومانية أيود في عام 1974. كانت هناك قطعتان منهما عبارة عن عظمتين لحيوان الماستادون المنقرض، والقطعة الثالثة من الحديد. شكلها متعدد السطوح ولديها الكثير من الفتحات. يبلغ حجمها 20 سنتيمتراً في الطول، ووزنها يصل إلى 2.3 كيلوغرام. تم إطلاق عليها اسم القطعة الأيودية نسبة إلى المنطقة التي اكتشفت فيها. قام العمال بإرسال هذه القطعة إلى متحف الآثار، ومنها إلى متحف العلم في لوزان. قام العلماء بتحليل مكونات القطعة الأثرية، واستنتجوا أن الألومنيوم أحد مكوناتها. كانت القطعة مغطاة من أعلى بطبقة سميكة من الأكسيد، وهو معروف عن الألومنيوم. قام العلماء بتحديد عمر القطعة الأثرية عن طريق سمك طبقة الأكسيد، وقالوا إن عمرها حوالي 300 أو 400 سنة على الأقل. قالوا أيضاً إنه يوجد آثار للمعالجة الفنية على القطعة الأثرية. في النتوء الأيسر هناك ثقب، وفي المنتصف هناك قناتان. كل هذه الألغاز أرهقت العلماء. لم يفهموا لماذا تم العثور على القطعة الأثرية في مكان واحد مع عظمتي الماستادون الذي انقرض منذ حوالي 11,000 سنة، في الوقت الذي تم اكتشاف الألومنيوم في عام 1825. يعتقد النظريون أن القطعة الأيودية تشهد بوجود الفضائيين. يقولون إن هذه القطعة تعتبر دليلاً على قيام الفضائيين بزيارات قديمة. يدعم أصحاب نظرية المؤامرة قولاً آخر، والذي بمقتضاه تعتبر القطعة الأيودية دليلاً على وجود حضارة قديمة متطورة فنياً. يعتقد العلماء أن القطعة الأثرية تعتبر خدعة. توجد هذه القطعة في الوقت الراهن في مستودع للآثار تابع لمتحف التاريخ في ترانسلفانيا في مدينة كلوجنابوكا. قطعة كوسا الأثرية هي شمعة احتراق غريبة تم اكتشافها في جبال كوسو بالقرب من مستوطنة الأنشا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. تم العثور على هذه القطعة الأثرية في 13 فبراير عام 1961. كان الأثر عبارة عن قطعة من الحجر، والذي تم العثور بداخله على شق سميك مدور من السيراميك الأبيض مع وجود محور معدني سمكه مليمتران في المنتصف. هذه الأسطوانة من السيراميك كانت موجودة في حجر سداسي الزوايا. شدت القطعة الأثرية انتباه العلماء. تم نشر أول مقالة تحكي بالتفصيل عن الاكتشاف في مايو من عام 1961 في مجلة ديزرت، وفي عام 1963 وعلى مدار 3 أشهر عرضت القطعة الأثرية في معرض بمتحف الاستقلال في شرق كاليفورنيا الأمريكية. ضاعت القطعة في عام 1969، لكن ما حقيقتها؟ يقول العلماء إن هذه القطعة عبارة عن شمعة احتراق لسيارة تتبع شركة شامبيون. هذه الشمعة تم استخدامها في سيارات فورد موديل تي وموديل اي. لكن هناك العديد من النظريين يختلفون معهم ويقولون إن هذه القطعة عبارة عن شمعة احتراق، لكنها لطائرة قديمة تتبع الفضائيين. الرموز الهيروغليفية في أبيدوس. يوجد معبد أوزوريس في مدينة أبيدوس، وهو إله البعث والحساب عند المصريين القدماء في الحياة الآخرة. هذا المعبد مدهش بسبب وجود الحوائط المنقوش عليها رموز هيروغليفية غريبة، ويمكن أن تلاحظ ثمة وجود معدة من المعدات المعاصرة مثل الهليكوبتر والطائرات الشراعية. كيف يمكن لهذه الصور أن تبدو في المعبد الذي بني في القرن 13 قبل الميلاد؟ يقول أصحاب نظرية المؤامرة إن هذه الرموز تصور وجود الفضائيين بشكل واضح، وتثبت أنهم زاروا مصر في الماضي، على ما يبدو أن المصريين صوروا المعدات التي جاء بها الفضائيون على حوائطهم في المعبد بعد أن غادروه. يرى العلماء أن الرموز الهيروغليفية في أبيدوس ما هي إلا خداع بصري حدثت بسبب وجود الصور فوق بعضها البعض. اللوح المسنن. اكتشف ديمتري من فلاديفاستوك
وهو يدفئ منزله في إحدى ليالي الشتاء الباردة جسماً معدنياً غريباً على شكل لوح مسنن في الفحم في عام 2013. لم يفهم ديمتري ما هو الشيء الذي اكتشفه، لذلك لجأ إلى العلماء. قام العلماء بتحديد ماهية اللوح، فهو ليس طبيعياً ولكن من صنع الإنسان. الشيء المدهش هو عمر الاكتشاف، كان عمره 300 مليون سنة. الأكثر من ذلك أنهم بعد أن درسوا القطعة الأثرية الغريبة، قال الباحثون إن القطعة تتكون من الألومنيوم بنسبة 98%، وهذا شيء لا يقل إدهاشاً ما دام الألومنيوم النقي لا نقابله في الطبيعة إلا نادراً. هذه الحقيقة أعطت للعلماء الأساس للقول بأن هناك احتمالاً كبيراً بأن تكون القطعة الأثرية من صنع الإنسان. هذا ما يشير إليه الفارق بين الأسنان التي تدل على أن اللوح هو جزء لآلة معينة. مجموع الحقائق التي قيلت أرهقت العلماء. يقول البعض منهم إن هذه القطعة الأثرية لا يمكن لها أن توجد في الطبيعة ولا ينبغي لها أن تكون. يتفق النظريون في هذا الرأي ويرون أن القطعة الأثرية جاءت من خارج الكوكب. هم يعتقدون بالفعل أن اللوح وقع على الأرض منذ 300 مليون سنة من قبل الفضائيين الذين قاموا بدراسة الأرض قبل أن يظهر الإنسان عليها بوقت طويل. يد المومياء. اكتشف علماء الآثار مومياء محنطة بها ثلاثة أصابع في نفق صحراء بيرو منذ عدة سنوات. هناك قامت شعوب إمبراطورية الإنكا بدفن الناس. استطاع العلماء أيضاً اكتشاف جمجمة طويلة والتي تختلف تماماً عن شكل الجمجمة للإنسان الحالي. لم يستطع العلماء السكوت عن هذه الاكتشافات المثيرة، حيث قاموا بدراسة الأطراف الغريبة للمومياء عن طريق استخدام أحدث المعدات التكنولوجية، ولاحظوا وجود 6 عظام في كل أصبع في هذا الكف الغريب، وهو ما يتعارض مع عدد العظام الموجودة في يد البشر الحاليين. قام العلماء أيضاً بتحديد هوية الجسم المعدني الغريب الشبيه بالخاتم، والذي كان موجوداً في أحد أصابع المومياء. قال العلماء أيضاً بأن كف اليد مكسور في عدد من الأماكن. صرح بعض الباحثين الذين درسوا اليد قائلين إنه من الممكن أن تخص اليد شكلاً من أشكال الحياة المجهولة لنا، وهذا ما يؤكده وجود الجمجمة الغريبة الشكل التي عثر عليها معها. اتفق في هذا الرأي العديد من النظريين الذين يعتقدون أن هذه اليد الغريبة يمكن أن تكون يد الفضائيين. حادثة روزويل. يبدو أن الكثير منكم سمع عن حادثة روزويل. وقعت هذه الحادثة في يوليو من عام 1947 بالقرب من مدينة روزويل في ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، حينها سقط جسم طائر والذي خلف وراءه العديد من الجدل ونظريات المؤامرة في ضواحي المدينة. يعتقد بعض الأشخاص أن هناك بالونة فضائية وقعت على الأرض، والبعض الآخر يعتقد أنه طبق طائر. أي كان الأمر هو حادثاً مثيراً وهو بمثابة وقود للتفكير. كورة بيتسوف. نختم الفيديو بأحد أغرب الاكتشافات وأكثرها غموضاً في القرن العشرين، وهي كرة معدنية موجودة في عائلة بيتس. في عام 1974 نشب حريق هائل قضى على أكثر من 35 هكتاراً من الغابات على أرض مزرعة هذه الأسرة في مايو. ذهبت الأسرة كي تتفقد أرض المزرعة بعد أن خمدت النيران واكتشفت فجأة جسماً غريباً. كان الجسم عبارة عن كرة فضية يبلغ قطرها 20 سنتيمترا ووزنها يصل إلى 10 كيلوغرامات. من الرائع أنها لم تتأثر بهذا الحريق الهائل. اعتقد بيتس أنه عثر على جهاز تلف من ناسا أو قمر سوفيتي، وقرر أن يأخذ الكرة معه إلى المنزل. كانت الأمور تسير بشكل عادي، ولكن فجأة انبعثت الحياة في الكرة عندما بدأ تيري ماتسو بيتس البالغ من العمر 21 سنة باللعب على القيثارة. بدأت الكرة في التذبذب مثل الشوكة الرنانة، وبدأت أيضا في إصدار أصوات نابضة كأنها نوتة موسيقية. اندهش بيتس من أن الكرة لديها خواص رد الفعل. إذا دفعت الكرة على سطح أملس ومستوى فستتدحرج إلى ما لا نهاية لأكثر من 10 دقائق، ثم تعود في نهاية المطاف إلى مكان هو بداية الحركة. بالإضافة إلى ذلك، الكرة حساسة تجاه الأحوال الجوية. إذا وضعتها في الظل فإنها تتدحرج حتى تصل إلى الشمس. ليس من المعلوم مكان تواجد هذه الكرة حالياً ولا أسرة بيتس، لكن الناس لا تزال تتذكر الكرة. ليس من المستبعد أن يكون بيتس حصل على القطعة الأثرية التي تشهد بوجود الفضائيين.
مشاهدين الكرام، اكتبوا في التعليقات إذا كنتم تؤمنون بوجود الفضائيين أم لا، واضغطوا على علامة الإعجاب واشتركوا بالقناة. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.